عامر من جديد، يسعد صباحك ورمضان كريم. والبداية فورا مع الهيبة أو العودة بالجزء الثاني، لا يلي كتير من الناس قالوا إنه فكرة ذكية هي الجزء الثاني، إنه بالرجوع إلى الوراء. وناس قالوا ملينا، وانتقادات صارت بشي إيجابي وشي سلبي. خلينا نروح على الهيبة معك. لابد انه العمل عامل حالة جدل بالنسبة للمتابعين اولا، وبالنسبة للفنانين والفنيين واللي بيشتغلوا بكارل دراما بشكل عام. صحيح الحكي، لكن هذا بيعني انه هو العمل موجود وحاضر وفي تفاعل معه. انا هذا اللي بيعنيني، صحيح. حتى لو كان في جدل معناتها في فاعلية وفي وجود له، والكل صار بيعرف اذا قرأ او تبع الاخبار المتعلقة بهذا المسلسل انه هو مسلسل متابع، وفي نسبة عالية من وكبيرة من المشاهدات. المشاهدين على صعيد الوطن العربي والجاليات العربية والسورية بالعالم كله. يعني عامر، فينا نسأل إذا تفوق مسلسل الهيبة، وإذا تفوق فهو بشو تفوق هاي تمام. بهذا الجزء طبعا الثاني؟ إذا بدنا نقارن بين الجزئين، هلا بعد مرور يعني تقريبا عدد كتير كبير من الحلقات، بقيان يعني قسم بسيط، اكيد بيضيف شيء او بيضيف لنا معلومه جديده، ولكن ضمن الحلقات اللي شفناهم واذا قارناهم بالجزء الاول، نعم في حاله تفوق اكيد. اولا تفوق بالبدايه، بدي اقول لكم يعني بالفكره، فكره انه نحن نرجع بمسلسل بجزء ثاني الى الخلف الى الزمن صحيح، الماضي وتفسير كتير من فكرة القضايا ذكية والاحداث. جدا. تماما، هي فكرة فعلا ذكية مفاجئة كمان كانت بنفس الوقت، لأنه يعني أي حدا بيفكر إنه في جزء ثاني معناتها فورا بده يفكر إنه في أحداث كان غير مستقبلية. متوقع من الناس، تماما، فعلا غير فهي هاي متوقع. الخطوة أو هاي العلامة أنا بشوفها إنه كتير إيجابية للجزء الثاني، عملت عنصر مفاجأة للناس وعملت نوع من الشد والتشويق والتفسير مثل ما قلت لكم في كتير شخصيات، إنه ليش كانت موجودة، ليش راحت، ليش هلأ خلقت، يعني كل هذا الإشارات الاستفهام بررها الجزء الثاني. عداكي عن إنه القيمة الفكرية أو خليني أقول المتعلقة بالنص للجزء الثاني كمان كانت مختلفة عن الجزء الأول. صحيح. في مبررات لكتير أحداث، في تفاصيل اشتغلوا عليها بالجزء الثاني وشفناها يعني مجسدة بالعودة، شفناها بطريقة كتير أعمق من الجزء الأول بصراحة. يعني الجزء الأول خلينا نقول اشتغل على مساحة يمكن تكون هي خارجية، ما في كتير علاقة بين شخصية الممثل والجو اللي هو موجود، ما في يعني ما في علاقة داخلية بينه وبين الجو المحيط فيه، بينما الجزء الثاني لا، كان في هذا التفعيل، كان في كتير يعني خليني اسميها مقارنة بالجزء الأول، في كتير شغل على الشخصيات من الداخل ومن نعم. الخارج. فهدول النقطتين كتير واضحين بتفوق فيهم الجزء الثاني عن عن الجزء الجزء الأول. الأول، وخلينا نضيف كمان إنه كان دائما في عنصر التشويق وابتعدوا عن الملل. يمكن كل حلقة كانت ممتعة أكثر من اللي قبلها، وفيها شيء جديد، ما في شيء مكرر أو في شيء ملل. يعني عامر، خلينا اشتغلوا على عنصر التشويق بشكل كتير كبير. إذا بدكم نحكي إنه دائما كان في كل مرحلة من المراحل في نقطة ولكل اشتغلوا عليها. شخص كان له أهمية. تمام يعني تمام تمام، بين حضور قوي استطاع أن يحققه مسلسل الهيبة الموسم الثاني على التوالي، والحالة الجدلية عن مكان خارج عن حدود أي واقع. بصرنا نرحب بالمخرج العظيم، مخرج عمل الهيبة، الأستاذ سامر البرقاوي. صباح الخير أستاذ سامر. يسعد صباحكم، أهلا شكرا وسهلا على هذا فيك. التقديم، شكرا على هذا الاهتمام بجهودنا وتعبنا اللي عم تتقدر من خلال هاي المتابعة النقدية. وجه التحية أخي فؤاد، دائما هيك على ثقة اللي عم تحاول تساويه وتتابعه من خلال ما عم ترصد من أعمال. يسعد. من حس بالاطمئنان لما فؤاد بيكون عم يقدم نقد الموضوعي تجاه عملنا وعمل أعمال الآخرين. نحن بحاجة دراما منيحة، بحاجة نقد يوازيها من الموضوعية والاهتمام والمسؤولية. يعني يسعد صباحك أستاذ سامر. بداية، كيف عم تشوف ردة فعل المتابعين للهيبة، العودة بين سوريا ولبنان وأيضا البلدان العربية؟ يعني أنا بصراحة
على كذا مستوى. يعني هاي المتابعة خليني أقول لك في حالة جماهيرية عالية، واضح تماما من الانطباعات والتفاعلات الكبيرة اللي عم تصير، وهي بالتوازي مع عم تخلق أمواج متلاطمة، خليني أسمي لك إياها، خليني أقول لك القراءات والانطباعات، خليني أقول لك النقدية. وبعتقد معظمنا هيك عم نتابع عمل مثل هاد، معامل حالة جديدة. طبيعي طبعا يكون في حالة من الاستنفار هذا. نعم أستاذ سامر، يمكن هيك حكينا شوي إنه ولا حلقة ما كان فيها عنصر من التشويق، ولكل حدا كان له دوره، يعني حاصل على حقه بالتمثيل وإطلاق موهبته بالشكل الصحيح. اليوم الناس صارت تشوف الصورة الصح، صارت تشوف تفاصيل الصورة، يعني يمكن هيدي النظرة من قبل الناس إنه هي صارت تعرف بالإخراج وبنوع الكاميرات وبنوع المشاهد واللقطات قديش مهم، وبيساعد أيضا العمل على الوصول إلى داخل بيوت كل الناس. يعني من خلال هذا العمل نحن كنا عم نجرب نعمل هذا التوازن، يعني ما بين تقديم حالة جماهيرية عادة يؤخذ عليها انه هي كونها محصلة جماهيرية، وخاصة على جزء ثاني، فبيكون عادة ضعف بعض النقط الفنية. خليني اقول لك نحن كان عندنا الهاجس بالعكس تماما، انه نقدر نقدم هذا العمل الجماهيري بافضل حلة، يعني بالعناية بأدق التفاصيل. خليني أقول لك بداية النص، نحن حاولنا نقدم عمل بالكامل هو أحداثه تجري بالماضي على الجزء الأول، وهذا كان بالنسبة لنا تحدي كبير، نعم إنه كان في أحكام استباقية حتى قبل مع ظهور حلقات الأولى، أو مع تسريبات اللي قالت إنه نحن راجعين بالزمن لورا، في احكام استباقيه كانت ان كانت متسرعه او متجنيه احيانا، انه ومنعرف شو بده يصير، يعني كيف بدنا كيف بدنا نعمل عنصر تشويق. وهلا نحن واقفين على الجزء الاخير من العمل، وواضح تماما انه عنصر التشويق الحمد لله ما غاب. تمام، الجزء الأخير، يعني فينا نعتبر هذا الجزء هو الجزء الأخير ولا لسه بعد في جزء؟ لأنه كل العالم عم تتساءل عن هذا الموضوع. لا، هو أعلن عن جزء ثالث، هذا حق للشركة طبعا، هي بتقدم مسلسلها وبتعرف حالها إذا قدرانة تكمل فيه أو لا. نعم في جزء ثالث من الهيبة، وهذا كان نتيجة الحمد لله، يعني ما واقفين هلا عم نحكي عنه ونناقشه. صحيح. نعم أستاذ سامر، يمكن في رعب من فكرة تعدد الأجزاء، ولكن شفنا الجزء الثاني يمكن ناس كتير حبوه أكثر من الجزء الأول وبالعكس تماما. أستاذ سامر، خلينا نروح لعند زميلنا الصحفي عامر لحتى هيك يعمل مداخلة من خلال لقائنا معه اليوم. تفضل عامر. يسعد لي صباحك أستاذ سامر. صباحك أخي فؤاد، يعطيك ألف عافية. شكرا لوجودك معنا اليوم، وبدي أقول لك مبروك نجاح الجزء الثاني من الهيبة، الله يبارك فيك. وهذا العمل فعلا حقق حضور قوي نعم جماهيري ومتابعة كتير حلوة، عن نعم جد بتتهنى بهذا الشغل الحلو. وكنت عم بحكي تحت الهواء إنه قد إيه في اهتمام بالصورة باللونية، انه في كمان في اختلاف مع الجزء الاول، يعني في كمان هيك نقلة إلى علاقة بالإضاءة عن الجزء الاول. فالعمل كتير الناس متابعته، يمكن في جدل بين مؤيد ومحب، والناس يعني عم تحط ملاحظات والى اخره، ولكن وجود كوكبي من الممثلين، ان كان الست القديره منى واصف، وان كان عدد من الاسماء المهمه، ومحور العمل كله الاستاذ تيم حسن. انه السؤال اللي بدي اقول لك اياه، انه وجود كل هالتركيز القوي على هاي الشخصيه اللي عملت تاثير بالشارع، ان كان عم نشوف رده الفعل بلبنان، وان كان بسوريا او بالوطن العربي، في رده فعل كتير، يعني الناس حابة تفاصيل هاي الشخصية، شخصية جبل،
حابه كثير كاركتر. تاثيره وحضوره وقوته. فنحن بنعرف قد ايه الاستاذ تيم حسن عنده ادوات الممثل، خلينا نسميها الكامله، واللي ما حدا يمكن بيجادل عليها. حضوره كثير قوي، والمسلسل عطى تركيز كثير على هاي الشخصيه. ولكن حضرتك كمخرج، بما انه هذا التاثير القوي وهي عم بيكون فيها جانب سلبي لهي الشخصيه، يعني هي شخصيه مؤثره حامله جانب سلبي، هي طبعا من لحم ودم فيها شيء ايجابي، وهي عم تتجه نحو يعني عم تهدف لفكره انه الخير، او فكره انه لازم الشخص يخدم الاخر تجاه القيم الايجابيه، ولكن فيها شويه جوانب سلبيه. صحيح. قد ايه خطيره هي الشخصيه بالتاثير على المجتمع، وهل رح يكون في تطوير لهي الشخصيه بشكل انه يكون الجانب الايجابي فيها اعلى بالجزء الثالث؟ هذا هو سؤالي. تمام. هلا عمليا نحن هي الحالة القلق على وعي المشاهد والخوف من التأثير عليه، أنا بحس أحيانا مبالغ فيها، خاصة إنه في حالة من الوصاية عند الناقد أحيانا عندنا على هذا الوعي، يعني بيترك المسلسل وبيروح بيعمل أحيانا حالة وصاية، لأنه ممكن مثلا إنه إذا أنت البطل عندك عمل فعل ينزل المتابع يترك الحلقة وينزل يعمل مثله، أحيانا بتصير المبالغات توصل لهذا المحل. نحن إذا بدنا نشوف ونوسع الزاوية شوي ونعرف حالنا نحن وين واقفين، نحن بحاجة نطور هاي المفاهيم تجاه التعاطي مع السياق الدرامي اللي بنقدمه. هي الدراما ما لها وعظ، وبنفس الوقت ما بتقدم نماذج لحتى نقول والله نجحنا فلازم الجمهور يساوي يقلد البطل. هي الحالة بطلت، أو أساسا ما عاد وعي المشاهد بهالسذاجة. خليني أقول لك أخي فؤاد، لما بلشت السينما بأول ظهوراتها كانت أفلام الويسترن، لما البطل يطلق على الشاشة الناس اللي بالصالة تطخي أو تهرب، بتفكر الطلعة حتطلع من الشاشة. لما دخل التلفزيون على بيوتنا كان النساء يتحجبوا من المذيع. هذا الوعي تطور جدا، نحن ما لنا واقفين بنفس المكان الواحد، نحن عندنا تجارب عالميه هلا ما نخاض على هذا المعيار ابدا، عم تحقق نجاحات غير مسبوقه. انت عندك فكره تماما عن المسلسل اللي تقدم عن سيره حياه المافياوي بابلو اسكوبار اللي هو ناركوس. ما بعتقد في قراءة أبدا إنه معقولة نحن نكون عم نشجع على إنه نعمل بابلو أسكوبار ثاني وهو بطل العمل. صحيح. برأيي إنه نحن لازم نشوف الأمور بطريقة مختلفة، يعني هلا أنت بتمسك الشارع المعجب بشخصية جبل بيقول لك والله أنا خلص بدي أعيش حياتي مثله، وزائد إنه ببعض المحلات قدم المسلسل نماذج مثل حلقة الحلقة 20 تقدم فيها شخصية شاب حابب يعمل جبل وبيوصل لعنده وما بيعرفه بالشكل، وتقدم تماما نحن كيف شايفين الأمور من برا. نحن عم نحكي عن عالم افتراضي يخضع لمفاهيم مختلفة عن اللي عايشين فيها نحن، ونحن مركزين على هذا الموضوع. ولكن الشخصي يعني لا شعور بيتأثر أستاذ سامر، ما هيك؟ يعني انه قصدت انا انه هو في قيم ايجابيه هي الشخصيه، ولكن اذا بنزيدها اكثر، لانه عن جد عم بنشوف تاثير من الطفل الصغير، يعني اطفال صغيره حافظه اسم جبل وعم تقلد تصرفاته، فاذا في تاثير يعني هو عم حتى تنطبع. مقصة الشعر شفنا استاذ سامر، يعني بتفاصيل الشخصيه بالشكل، وايضا ببعض المقولات يلي يمكن صارت تمام منتشره بأولى الكلمات، يعني هيك فعلا تركت اثر مثل يعني ما في مثل ما قال تاثير عامر قوي. باللاوعي. تمام، اكيد هذا التاثير. نحن خلينا اذا بدنا نحط محل الدرس والتفكير، هل نحن المفروض نعزز القيم الايجابيه عند البطل؟ هل نحن المفروض انه نحول هذا البطل لواعي؟ يعني ضمن الظرف المرحلي مايكل بالعراف، يعني اتوقع لازم اللي هو عفوا اللي مايكل بالعراف اللي هو الباتشينو، كنا نعرف انه هو بطل هذا الجزء، بطل هذا الفيلم، وكنا عم نحضره وهو قاعد بكل استرخاء وبعد اوردر بقتل اخوه.
وهل نحن بهذا الحكي بالسبعينات تقدم؟ وطبعا في نماذج كثير فينا نحكي فيها عن شو يعني بطل. البطل مو البطل بالدراما لا يعني انه دائما لازم، وهذا بديهي يعني اللي عم نحكيه، يحمل قيم نبيله لحتى الناس ومكتمله ونقدمه بشكل وكانه هو لا يحتمل انه يكون عم يخطئ. نحن بطلنا بهذا الجزء ارتكب خطا كبير بانه ساق لحرب عشائريه. سياق الاحداث بالاخير حيقول له انه انت كنت على خطا وحيأدبه ضميره. نحن عم نخطئ البطل وعم نحاول نفتح مكان الصواب بقلب السياق الدرامي. في اماكن كثيره مثلا عم ناكد على قديش هذا البطل مجبور، ما انه من رايه يعني او برضاته، يمكن نمط الحياه يلي محطوط فيها العمل الدرامي كمان تماما بتخليه يمشي بهي الاحداث. استاذ سمر عن جد شكرا انك كنت موجود معنا لليوم عبر الهاتف، وان شاء الله يا رب قريبا بنشوفك ضيفنا ببرنامج صباحنا غير. ان شاء الله، وشكرا لكم كثير، وشكرا لك اخي فؤاد، ودائما هيك على متابعات باول كيف حنكمل هذا الشهر، وان شاء الله نضل عم نتحسن ظنكم ان شاء الله يا استاذ. وقريبا يعني احنا اكيد متوقعين انه يكون في مفاجات بالحلقات اللي لسه ما شفناها ان شاء الله. وشكرا لحضورك معنا اكيد استاذ سامر. مبروك نجاح العمل، مبروك الجهود السوريه يلي عم تثبت حالها اما بالدراما او بغير مجالات، دائما متفوقين، كلنا بنفتخر فيكم. موفق يا رب بشغلك، واكيد ناطرينك تشرفنا على الاخباريه السوريه. ميرسي كثير لك. شكرا لكم وكل عام وانتم وانت بألف خير. ميرسي عامر. بدنا نرجع بعد ما حكينا مع الاستاذ سامر وشفنا وجهة نظره يمكن بمواضيع انت بموضوع انت طرحته، يعني يمكن ذكرت موضوع هذا هو هذا الموضوع سبب الشيء اللي شفته بالشارع. دائما يعني الصحفي عم بيراقب بيكون فبدك تشوفي ردة الفعل على السوشيال ميديا على ارض الواقع. يمكن حتى شفنا انه في بعض المقالات ذكرت انه في محامين عم بيحاولوا يرفعوا، صحيح بلبنان. اذا هو عم يعمل حركه العمل، يعني في تفعيل كثير كبير. عم نشوف ردة فعل الاطفال كيف عم بتكون حابين شخصيه جبل لدرجه كثير كبيره. فانه انا كان الفكره انه طالما هي الشخصيه مؤثره لهالدرجه بالشارع، فاذا عززنا فيها القيم الايجابيه اكثر قد ايه ممكن يكون بهذا الوقت بالذات تاثر اكثر بشكل جميل. لا عامر، ما في جوانب ايجابيه، موجه الحرب هي والتعب الناس وهي، يعني نحن عم نشوف في بهي الشخصيه في فعل خير. ايه طبعا، في محبه الام، يعني هي في العيله، في شيء من روبن هود. خليني اقول يعني الجزء الاول فهمنا انه هاي الشخصيه صح فيها عنصر شجاعة وجرأة ومقدرة على يعني السيطرة على الآخر، لكن هي بالأخير عم تهدف لشيء نبيل هو مساعدة الآخر، هو فعل الخير. لكن في بعض المبررات اللي شفناها بالحلقات الجزء الثاني أظهرت الجانب مثل ما حكى الأستاذ سامر، أنه أظهرت الجانب السلبي شوي، أنه صار في حرب، عزز فكرة الحرب، فكرة العشائرية، القتال، السأر. لكن فعلا هي الحلقات الجاي كمان ممكن تعطي مبررات، فنحن بنعطي صيغه او فكره عن العمل ككل، اكيد ما بدنا نحكي بس بشكل جزئي. نعم، يعني خلينا هيك بالختام وبعيدا عن الهيبه، ملخص عامر للدراما السوريه لموسم رمضان 2018، وايضا الدراما المشتركه يلي شفنا نجاح سوري اما بفريق العمل او بالابطال يلي كانوا دائما هن النجوم في الصفوف الأولى. بالختام تقييم صغير من حضرتك بتحب اليوم تقوله عنه. يعني لسه بصراحة يعني ما نضجت التقييم الموجودة، أنا عم تابع تمام. بس ممكن نقول بعض الملاحظات، يعني أنه وجود الممثل السوري بأعمال البان أرب وجود مهم، إن كان بالأعمال اللي عم نشوفها بلبنان أو بمصر. يعني عم نشوف وجود الأستاذ تيم حسن، الأستاذ باسل الخطيب، كتير شخصيات عم تكون موجودة، يعني هي عم تعطي عنصر جاذب وقوي للعمل. فعم بيكون الاسم الاول الرئيسي او الاستاذ عبد فهد مثلا، فدائما عم بيكون يعني هي ملاحظه صار يشوفها حتى المشاهد باي مكان، انه دائما الممثل السوري حاضر. هلا السنه هاي ركزت على فكره انا انه المخرج السوري هو قائد الدفه تماما. المخرج السوري هو اللي عم بيسلط الضوء يعني على يعني اكثر الاعمال اللي عم تتابع
القائد يعني فينا هو نقول. المخرج او القائد سوري. يعني في ملاحظات اخرى راح اذكرها ببعض تماما المقالات، انه ترتيب الاسماء احيانا ما عم بيكون بطريقه عادله، باستثناء يعني ممكن الهيبه، يعني في دراسه يبدو واضحه لطرح الاسماء او كيف شكلها، او حتى مثلا ظهور اسم الفنان السوري مثل مثلا الفنان القدير رامون نواصف، شفنا كيف قدمها الاستاذ بشكل سامر. بس بطريق خاص. مثلا في عتب شوي على المخرج رشا شربتجي، ما كثير اسماء الممثلين السوريين هيك مهتم فيها، انا هيك برايي يعني كحدا عم بيراقب. كمان او تانجو، يعني مثلا اوكي كمان حضور الاسماء الممثلين، ان كان الاستاذ باسل الخطيب او الانسه دانا ماردين، حضور الاسم او حضور ترتيب مميز الاسم طبعا يعني، مميز. اوكي نحن بدنا والابداع هيك يعني، بتاعنا اوكي طالما موجودين باعمال عربيه لكن نحن لازم نحافظ على فعلا. حضورهم حتى بترتيب اسمائهم بالشاشه. يعني هاي يعني بعض الملاحظات السريعه هيك. يعني عامر خلينا نهاية نحكي بس فعلا انه المخرج السوري هل يعني عم يمتلك ادواته بشكل اكبر من اي مخرج فينا نقول؟ يعني هل هو عم يروح ليتمكن من كل التفاصيل الموجودة بأي عمل عم يفوت عليه؟ لا خليني اقول انه التجربة والتعب ورغبة انه هو بده يقدم شيء حلو، كله هذا بيعطي نتيجة إيجابية. يعني في حرص على تقديم شيء افضل من اللي قدمه من قبل، هي في الحرص، تطور، في تطور حكما يعني. لكن في منافسه، يعني خلينا نكون نحن يعني صحيح. حقيقيين، عندنا مخرجين بمصر كمان عم بيقدموا اشياء، يعني لسه نحن اكيد بدنا دراما بعد شوي، مصرية جميلة جدا كانت بدنا هذا بعد معه. شوي لنوصل يعني. ايه نعم، تمام. لكن نحن هيك بنكون وصلنا لختام فقرتنا معك ولختام برنامجنا الصباحي. اكيد بدنا نشكرك كثير وشكرا، يمكن لانك كنت ضيفنا. بدنا نقول لك رمضان كريم، وان شاء الله الدراما السورية بتضل هيك متألقة، والممثل والمخرج السوري بضل متألق اينما حل. كمان انا بدي اقول لكم شكرا لكم، ويسعد صباحكم، رمضان كريم، وان شاء الله هيك نكون قدمنا معلومات مفيده ومهمه للمشاهد. ميرسي لك عمر، ومع دراسات جديده ان وانتقادات شاء الله. جديده وبتكون معنا باذن الله بحلقات مقبله. شكرا ان شاء الله. كثير شكرا لك، لك عمر. ميرسي كثير لك ميسان.